لحديث أكثر عن مستجدات الأوضاع في غزة ينضم إلينا المحلل السياسي السيد مراد السبع. مرحبا بك في نشرة الخلاصة. أبتدئ معك، ماذا يعني إعلان المقاومة تدمير 160 آلية للاحتلال منذ بدء العدوان وحتى الآن؟ يعني أليست هذه ضربة قوية لإسرائيل تهز من هالتها أمام العالم، أم كيف تقرأها؟ تفضل. يعني إسرائيل التي تفاخرت دوما بمدراتها بالمركبة أو بدبابة النمر تواجه الآن مقاومة عنيفة بأبسط مقومات أو أدوات المقاومة، وهي أدوات محلية الصنع. هذا الأمر أربك الاحتلال الإسرائيلي في الداخل وأربك جمهوره أيضا، ما جعله يثور ضد حكومة الاحتلال في الداخل. هذا الجمهور الإسرائيلي ليقول لهم بأنكم أنتم وعدتمونا بأن تقوموا بإرجاع الأسرى الذين أسرتهم المقاومة في قطاع غزة. المقاومة في قطاع غزة أبلت بلاء حسنا خلال الفترة الماضية. 160 آلية لم يعترف الاحتلال بأي آلية دمرت في قطاع غزة، وذلك للحفاظ على رباط جيش الجمهور الإسرائيلي هناك في الداخل. لكن المقاومة بالفيديوهات التي تصدر وتصدر عبر الإعلام أثبتت أنها قادرة على الوقوف في وجه الاحتلال ومنع تقدمه وزحفه باتجاه قطاع غزة. هذا الشيء يدعم معنويات المقاومة، يدعم معنويات الجمهور الفلسطيني أو الشعب الفلسطيني الذي عانى الأمرين منذ نحو 36 يوما، وهو ترتكب ضده الجرائم ويقتل الأطفال وتقتل النساء، أكثر من 11 ألف شهيد وأكثر من 27 ألف جريح حتى هذه اللحظة جراء الجرائم الاحتلال. لا بد أن يدفع الاحتلال بهذه الحالة ثمن. الاحتلال انسحب من قطاع غزة في وقت سابق لأنه لا يستطيع الصمود أمام مقاومة في حرب العصابات، لأن الجيش الاحتلال بالعادة هو يعمل كشرطي بين المدن وفي المخيمات الفلسطينية في الداخل، وهو غير مجهز لخوض حرب مفتوحة أو حرب عصابات أمام عناصر يقومون بالخروج من تحت الأرض ويقومون بإطلاق القذائف المحلية الصنع تجاه هذه الدبابات التي يعتد بها الاحتلال الإسرائيلي وتفاخر بها أمام العالم بأنها من القوى العسكرية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هذه الدبابات أصبحت تدمر وأنها لا شيء أمام هذه القذائف المحلية الصنع. وبالتالي هذا الأمر يشكل عامل قوة ونفوذ أكبر، ويشكل عامل رادع للاحتلال الإسرائيلي في التقدم وتحقيق مبتغاه في دخول مدينة غزة. طيب سيد مراد، نحن لا نغفل هذه الأعداد المهولة التي ذهب الضحايا وشهداء من الفلسطينيين في غزة، لكن هل تتوقع استمرار المقاومة في الرد؟ المقاومة كما أعلنت في وقت سابق لديها القدرة على الرد لعام كامل بكافة الأسلحة الموجودة، لكن أيضا أعلنوا في وقت سابق كذلك الأمر بأن هناك لديهم مخزون لم يصرح عنه بعد في هذه الحالة، وبالتالي سيواجهون به الاحتلال الإسرائيلي في كل ما تقدم في مدن غزة. وبالتالي الاحتلال الآن يريد أن يحقق نصر ولو جزئي أمام جمهوره في ظل ضربات المقاومة المتواصلة. هذه المقاومة الآن تحدث في شارع النصر حول مدينة مستشفى الشفاء في قطاع غزة. هناك مقاومة ضارية، لا يستطيع الاحتلال التقدم أكثر نحو مستشفى الشفاء أو مستشفى القدس أو التوغل أكثر لحصار مدينة غزة. طيب سيد مراد، يعني اليوم في بيان القمة العربية طالبوا الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الاحتلال الصهيوني لإسرائيل، يعني هي لا ترقى لحملة للدفاع عن النفس ضد حماس كما ادعوا، ألا يعد هذا تصعيد بالخطاب؟ ما وراءه في الفترة المقبلة؟ لم يعد لا أعتبر ذلك تصعيدا في الخطاب. القمم العربية كسابقاتها لا تأتي بشيء جديد. القمم العربية هي أو كل الدول العربية أو حتى الدول الإسلامية هي لديها مصالح مشتركة مع أمريكا ولها مصالح، منهم من قام بعمل التطبيع في الفترة الأخيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي كل ما قاموا به هي عملية لقاء ودي ما بينهم واستعراض للحالة التي يتعرض لها الفلسطينيين أو توصيف للحالة التي يتعرض بها الفلسطينيين. الفلسطينيون هنا في الذين يجابهون دبابات الاحتلال وطائراته لا يريدون توصيف للحالة، هم يريدون اتخاذ قرارات حاسمة. هل العرب بشكل عام لديهم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لوقف هذه الحرب سوى الدعوات والإدانات والشجب والاستنكار؟
أم دعوات مجلس الأمن أم الجمعية العمومية لمجلس الأمن، وبالتالي هم لا يملكون أي قرار سوى الطلب. مع ذلك يعني هناك دعوات حتى ولو ليست من الدول العربية، مثلا تركيا قالت أنها ستعزز القضية الفلسطينية وستتخذ إجراءات حاسمة وتنفذ عمليا، ألا يعد هذا تهديد بخطوات فاعلة في الأيام المقبلة؟ لن هو تهديد إعلامي وتهديد كلامي فقط، لا أعتقد أن هناك قرارات ستؤخذ على أرض الواقع سواء من تركيا أو من غير تركيا. هناك من كانت لهجته أقوى من تركيا في هذا في هذه القمة الإسلامية العربية المشتركة، لكن لا أعتقد أن ذلك سيقودهم إلى يعني زعزعة أمنهم الداخلي واستقرارهم الداخلي ومصالحهم الاقتصادية مع أمريكا ومع إسرائيل. كل له مصالحه الاقتصادية مع أمريكا ومع إسرائيل، وبالتالي هذا فقط تهديد إعلامي وتهديد للتخفيف من الزحف جمهورهم لدى بلدانهم، لأن هذه الدول في الفترة الأخيرة حدث هناك مسيرات عارمة في هذه الدول في أوروبا في بعض الدول العربية، وبالتالي هم يريدون امتصاص غضب الجمهور ليس إلا. طيب اليوم هناك تظاهرات كبيرة في إسرائيل وتطالب بإطلاق الرهائن، هل يعني ذلك أن نتنياهو خارج المعادلة المقبلة؟ يعني كيف سيؤثر ذلك على منصب نتنياهو أو حتى التحالف معه؟ هم في بداية لا نسميهم رهائن، هم أسرى لدى المقاومة هناك. الجمهور الإسرائيلي يزحف بتظاهرات ضد حكومة نتنياهو لأنه بالأساس لم يكن راض عن حكومة اليمين الإسرائيلية سواء نتنياهو أو سموتريتش أو إيتمار بن غفير، لأن هؤلاء الثلاثة هم من قاموا بإفساد ما يسمى بالقضاء في إسرائيل، وبالتالي الآن هم يعملون أيضا لتحقيق مكاسبهم الشخصية، لأن نتنياهو وعدهم بالكثير بأنه سيحصل على إطلاق لسراح الأسرى من المقاومة في غزة دون أن يكون هناك صفقة تبادل. لكن قبل ساعات من الآن بدأت تظهر ملامح أن هناك اتفاق مبدئي على صفقة للأسرى، وبالتالي هذا يعد أيضا هزيمة لإسرائيل التي رضخت للأمر الواقع. نعم، بجزئية الهزيمة لإسرائيل دعني أستوقفك هنا يا سيد مراد، لكن هناك أيضا مسيرات حاشدة في كل أنحاء العالم تقريبا مناهضة لإسرائيل أو لتحركات الصهاينة وأفعالهم هذه، كيف ستؤثر هذه على صورتهم في التاريخ المقبل في الأحداث المقبلة باختصار لو سمحت؟ يعني هذه هم خسارة لإسرائيل. هذه المسيرات العارمة في دول الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا نحن نتاجها بشكل أكبر، وهي تحقق إنجاز أكبر، لأن تلك الدول في أوروبا وأمريكا هي تستمد شرعيتها من الشعوب، وبالتالي عندما يكون هذا الزحف، وهذا ما شاهدناه اليوم، هناك تغير في موقف الرئيس الفرنسي ماكرون، وبالتالي هذا أثار حفيظة نتنياهو قبل قليل في مؤتمره عندما شن هجوما ضد ماكرون، وبالتالي هذه المسيرات حققت إنجازا كبيرا في فرنسا وفي لندن. اليوم كانت هناك مسيرات عارمة، هذا الشيء سيقود أيضا لندن وبريطانيا بشكل عام إلى اتخاذ مواقف ضد الجرائم التي ترتكبها الاحتلال، وخاصة أن هذه الجرائم جاءت تحت مظلة وعد بلفور في 2/11 عام 1917 والذي سنته بريطانيا، وهي ساهمت أيضا بهذا عملية القتل هذه. لكن هذه المسيرات ستقود إلى تغير في المواقف الأوروبية في المستقبل القريب، وتصبح إسرائيل لوحدها تقتل فيها الفلسطينيين، وسيكون هناك مواقف حاسمة من دول الاتحاد الأوروبي ومن أمريكا تجاه إسرائيل في الفترة القادمة. طيب إذن المحلل السياسي سيد مراد السبعة، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به.